14,000 ريال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. شكرا من القلب. المقطع اللي راح وصل تقريبا 500,000 لايك، والمقطع اللي راح كان عبارة عن نتحكم بيومك او شو هو؟ بوكك، نتحكم بوكك، نتحكم بالمحفظة حقتك، نتسوق ببوكك، اي بالمحفظة حقتك. وطلع على سعد وعذبناه، شرينا كل شيء نبي. المقطع هذا جزء ثاني، المرة بيني انا، لانه هو طلع المرة اللي راحت الحمد لله، يعني هو ضامن ذا، ايه فبيكون بين عبد الله ودحوم وانا. بس قبل ما نبدا تكفون نبغى 200,000 لايك. وقبل ما نختار المحفظة بشكل عشوائي اللي راح نشتري فيها لليوم، جايب تحدي سريع بين اخواني، نشوف مين راح يفوز. راح اسوي تحدي بين اخواني، تحدي سريع مع حلاو راتلرز. طبعا راح اخبي حلاو راتلرز في احد الاكواب، اللي يلقاه يكون له. حلو، اوكي، لحد يناظر، لحد يناظر، يلا ابدا، يلا. اوه عبد الله فاز اول واحد. إيه؟ نكهه ايش اللي معك حامض؟ انا اي حامض. طيب عطني الحين في الفواكه. طيب الحين راح اخبي حلاو راتلرز بنكهه الفواكه، اوكي؟ لا تناظر يا اخوي. يلا سريع. اوه دحوم اللي فاز هذه المره. الحين بحط حلاو راتلرز بحجم كبير، اوكي؟ أوه. يلا هذا حلاو راتلرز بس بحجم كبير، حلاو حامض بخبيه، اوكي؟ لا احد يناظر. واحد اثنين ثلاثة. الله لازم تكون سريع. الله كيف الحمد لله. طيب الان اخر جولة، يلا. انا واحد طلع له وطلع ثلاثة. اوه انا معي كبير الحمد لله، انا اكثر واحد. جرب يلا. اوكي بنجرب حلاو راتلرز الحين. مين اللي فاز اكثر واحد؟ كلنا والله. اوه كل واحد فاز. اوه هذا حلاو رهيب. وش انا حقي؟ ورني حقك. سير حامض حامض. وانت زي وانت حامض. اوه طيب هذه المحفظه حقتي لليوم. عبد الله محفظتك يا دحوم وعبد الله، هذا مبسوط. الله اليوم عيد. الله يستر. امسكهم لي وبشكل عشوائي بختار المحفظة اللي اختارها، هي اللي راح نشتري منها لليوم كامل، اوكي؟ حلو. رتبها بالطريقة اللي تبي وبشكل عشوائي بختار، اذا خلصت قل لي. غمض. الله يستر. بسم الله. والله يا رب. يلا يلا يا رب. هنا قرب قرب. وين؟ الله لا ترجع للمره الثانيه. مبسوطين ها؟ إيه. مبسوط هذا ها؟ ايه محفظتي فاضيه. صادق؟ اي والله. الا الحمد لله محفظتي فاضيه ومبسوط. هلا 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 بطاقه. ما ادري ماك بطاقه. دقيقه دقيقه، البطاقه ما تقدر تصرف الا 5,000 في اليوم اصلا ليميت. او شيء 5,000 دي نوزعها والباقي تقعد شبكه. شبكه. هلا لا سعد اسمع، اربط الحزام حبيبي عشان ما انت في اذنك. بس ترى فيها الحين تصرف 5,000. شباب تكفون، انا ما انا صرفنا 400 بس منه يوم قدورك. انا قلت لا، ليش تصرف مني؟ اعطيناك 100. اي صح، انا معك. 5,000 اشوف 500 ذا ما في شيء. لا انتم كلكم تتحكمون الحين بحفظتي. يلا يلا مو انت بس. بس ما يخالف، هي رح بس اللي يقوله سعد تنفقه طال عمرك. سعد عطى. هلا 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 3,000 ريال تقسيم ثلاثة، كل واحد 1,666. والله الله يستر، الله يستر من هذا اليوم، الله يستر. بطاقة ثانية شيك شيك. خليت البطاقة، قلت ايش بيصرفون 5,000. بطاقة ثانية. الله الله، حتى الله اليوم. اليوم 10 يا شباب ها؟ ما معي اصلا 10,000 بتصرف ايش؟ يلا بس يلا حرك. حرك حرك حرك. ها؟ أول شيء نقنقة. وش تبغى؟ نق، أول شيء 5,000. لا سعد 5,000 واجد والله. 5,000 واجد. كم نسحب يا شباب؟ انا اشوف 1,000 خله. ما نبغى 4,000. لا 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 خلاص ثلاثة كل واحد 1,000 كل واحد 1,000 عشان الحسبة تكون بالالاف أفضل. علشان سهلة علينا، مو ب 1,606. حول ولا قوة الا بالله يا متابعين تكفون انقذوني. ما في والله انقذوني، مو بحميني. انا اشوف ما يحتاج تنقذوني لانه هو اللي طلب. طيب يوم دار سعد المقطع اللي راح صرف 400. ايش بتقول؟ صرف والله يا حبيب. انت صرفت 400؟ انا صرفت 450. كنت تقدر تصرف اكثر؟ ايه ما صرفت.
إيه؟ انا الحين انا اقدر اصرف صح ولا لا؟ جاوبني. تسلمين. طيب وش انت ضيعت الصرافه؟ راح لقدام ما يخالف. طيب. فروع واجد في الرياض. انا تبي توقف. طيب وصلنا الصرافه اللي هو اول شيء اخواني يبونه. كم تصرفون؟ بس 3005. لا انا ابغى 3005. تكفون لا خلاص. ثلاثة. يلا يلا. ثلاثة. الله. سحب ايوه. بدون طباعة اتصال. عشان التوفير ها؟ الثلاثة يا حبيبي. اذا في 30 ما هم مشكلة والله لو في يمشي. ما في ما تقدر اصلا. الله جد جد جد. شوف الصوت. يزين الصوت هذا يزين طرب. طرب. احس اني معرق يا شباب والله. تو ما بعد بدينا. شلون تو خلاص؟ هذه المزمزة شوي. 3000 اللي تصرف فيها. بطاقة ذي بس. حلو مصروفة. مصروفة. الله الله. 100 200 خلاص يا اخوي خلاص. من يبي لحظه الفكه يا شباب؟ جاتني رساله مع الصوت. انا بالمصروف. انا اوريكم والله لو اوريكم خلاص هذا مصروفكم اليوم اتحكموا فيه. هذه 1000 1000 ما عاد قالها زين. 1000 ريال المصروفه حقت الاشياء البسيطه. تعال لا هي هي شاورما شاورما. انا مالي دخل. انا تطلبوا لي شاورما؟ شو تطلبوا لي؟ يمكن البطاطس اللي يبقى. لا المخلل. لحظة لحظة مو بعاجب هذا. مو بعاجب كلوب. لا ما بعاجب. اقول يلا بس ما في. يلا يلا راح شاورما. وين تبون يلا؟ صوتك يا سعود. شاورما؟ شاورما نبي شاورما. اوكي يلا. وصلنا مطعم شاورما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ثلاثة عربي طيب؟ اخواني شاروا من مطعم الشاورما نقول عاد بشيها لكم مع انكم ما طلبتوا لي. طلبت لك موية. طلبت لك موية. تبيها ولا ما تبيها؟ لا ما بيها. خلاص. طالب لي مويه ما يبيها لو انك قايل لي كان عطيتك المطعم الجاي. اقسم بالله اني منقهر ودي الحين ابطل. دقيقه بطل لحظه بس شوي الغي التحدي. لا انا ودي اكل هنا. ودي اذا غمست امشي كذا بشاورما وامشي على خشم شوي واكل. انا بعطيه هنا. ايش فيك؟ بس هنا في شيء. اسمع خلص. في شيء منقهر هنا. تطفي المكيف يا سعود. ما بتحكم بيومي ترى انت وياه عاد. هذه تبع اكلتك انت وياه. تفهمين؟ انت قوي صح بس ضحكك تو جلد. يا حبيبي تتحكم بالمحفظه حقتي خذ خلاص لا تزعجنا. طب اسمع اسمع يلا مشكله يلا خذ. هذا 50 ريال بس تطفي المكيف. والله قوية. وش؟ هذا تحكمنا. جاب 50 ما في مويه. تحكم فيها بس مو بشتغل عندك انا. والله فله. اي فله. الحين مسلم. ايه صاير نشيط يا ديبان. الفلوق اللي راح. نعطيك وجبه. شكرا الله بس ها. انت مو ترى تتحكم بيومي انت هذول كلكم تتحكمون بالمحفظه حقتي فليتها انت. طيب ايش تبي؟ الحين بس اقول لك. بس طلبنا شاورما وصرفنا 3000. خلاص اي مو بتتحكم بيومي انت. مو بيومك ما قلنا شيء. يعني اقدر اقول. تحس اقدر اقول. لا لا سعود يعني انت من داخل منقهر. هو مزعلت الكلام ترى الواحد يحمر وجهه كثير. زعلته انتبه. هلا 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 هلا. قهروني والله اني منقهر. طيب ما طلبتوا لي ليش سؤال انا اتغدى ايش؟ دفاع. دفع. لا ننظر من هنا. اصبر اصبر اصبر. وش يعني وش؟ ادلو طلعت الطاقة. والله نذكر المقطعين اللي راحت كانوا يتكلمون الحين ساكت كذا ترى. لا لا ويضحك الحين انت ترى انت الحين انت كذا كذا تناظرنا ولا ناكل. احنا عبد الله والله فيني نشاط ودي احط رجلي ورا هنا. مرة حماس. ايش تبي انت؟ حماس. طيب بعده وش تبغون خلاص؟ لا نبغى وش تبغى؟ كوفي؟ كوفي وش كريم؟ لا 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 ذاك اليوم بردنا اليوم نبي شيء ثاني. وش تبي؟ رايحين طويلة اخوي رايحين طويلة. طيب خلاص عرفت رايحين طويلة. انقهر اسمعوا نبي نمر المشتل. مشتل انت؟ ابي وردة. ابي اخوي وابي الكترونيات. الكترونيات ما تقدر بالسيارة. شريط ابو شريط انا بشريط. تنزل تشتري؟ اي انزل وش خلاص ما انصح. ليش ما تصحني شريط؟ انا ودحين شريك صح. انا شريط وشريط. احنا اتفقنا بالسياره درايف ثرو. هذه بالسياره انت خلق بالسياره انا اجيب. وش لي مشروب؟ بيبسي. سعود والله طالبين ثلاثه. والله طالبين ثلاثه. ماي مايل. هلا 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 طلع طلع. يعطيك العافيه. اول شيء العافيه. يعطيك العافيه. سكر دريشه سكر دريشه. سكر سباق بدي اروح البيت خلاص. حبده حبده توقف. اوقف وين طالع؟ حبده توقف هنا. يلا. وين المصاف؟ وقف هنا. وقفنا طال عمركم. والله شاورما تمسك الحبه ذي. انت تسمع ولا ما تشوف؟ اسمع واشوف. تغمسها. طيب ما عندك مشروب انت مسكين. امسك امسك.
حلو الواحد يمرن. ايه لو يعني كاتمها يعني مختفية يعني ترى حدك طايح يعني نشوف انه يستاهل عشان تاكل بس لا تقعد تسوي شوي يعني كذا ترى الصوت مو باظ. اقول عاد انت توزع عليه يومنا هي والله ايش الفايده ان شرينا شاورما يا اخي الالكترونيات ما راح نشتري بها. يلا 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 ها بس يا طوني ايش اللي معك غصب عليك طاق معي لا مو بغصب انا اكيد لا 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 خلاص نزلها غاص والله امزح والله امزح يقول غاص ما عندنا شيء غاص امزح والله ما كنت يمك كنت وياه حر بعد يلا من هنا خلنا بيبسي طيب الله يطعن يده والله كنت دحوم شباب انتبهوا انتبهوا دحوم اشحن لك اشحن لك فيفا اشحن لك 3000 انا طيب ايش حبه واحده بس عطني مناديل طيب بعطيك ترحم ها مغمسها حقتي يا رفا حلو جاهزه زعه دحوم حرام عليك اخوك الكبير اقول لك قام عطني عطني تعطيه تعطيني 1000 ريال عطني دحوم شد 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 الكترونيات حرام عليك توجع حكه ومش الكترونيات يلا حبيبنا طيب اخواني بالعافيه اول شيء والله الحمد لله النعمه اعطوني حبه واحده بس أعطيتك سعود عاد كنت بعطيك كلش بس قلت بالغصب ما في شيء بالغصب طيب هذا محل الكترونيات قدامنا وش تبي محلك جد وش تبي انا عن نفسي ما ابي انا ودحم نبي كافي ولا ايس كريم كافي وايس كريم حلو انا بشيئين شاحن 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 وابي لزقه الشاشه لزقه شاشه وشاحن إيه؟ طيب هم يبغون كافي خلنا نروح كافي احسن طيب خلاص بمر ما مو بضرك شيء لا اختار واحد على طريقنا الكافي انا ما ابي كافي ابي الكترونيات ما طيب يلا محفظة محفظة بس والله بعد بدون سيارة ذا محفظة المحفظة ايوه بطاقة طيب يلا ها ولا تبي ندفع كاش هدد ذا شبكة شبكة يا بوي شاحن وايش؟ شاحن ولزقة شاشة تسمع ولا ما تسمع؟ اسمع يلا بسرعة الحين وش تبغون انتم بعد ذا؟ انا نبغى كافي و كافي ولا كافي خلاص تكفون هو اخر شيء اتفق اذا جاء سعد لا 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 يا حبيبي اذا جاء سعد تقولون له سعد نبي كافي وايس كريم خلاص والله من احلى ما يكون ايس كريم نبغى ايس كريم وكافي موهيتو شرى كم شاري ب 14 ريال اهم شيء ما بقى عندكم الا كافي خلاص وهذا مالك اغراضك باقي ايس كريم وباقي مشتى لا مساء الخير هلا شاري 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 ما جاتك شيء شاحن ما لقيت عندك شيء انت وش ذا شوف شاري شاري كاميرا كاميرا قل والله ما جتني الرساله شاري والله كاميرا ايش 14000 ريال كتاب فيها من جدك انت رجعها يلا بس يلا كيف الله يعطيهم العافيه ما تدري شنطه الله يعطيهم العافيه 14000 يعطيهم العافيه خلصت فلوسي يومك ذا ايش يومي بموت انا الله كاتب لك اسمع احنا يا شباب تراها ب 16 اعطاني خصم 10% يعطيه العافيه والله وفر جيب جبوكي مو بوكي جيب وخر عني شوفوا شباب والله ارميه يلا بس جبوكي طيب خلاص خلص اليوم 14000 نبي كافي نبي سعد سعد تذكر انك تقول ايس كريم ولا كافي نبي كافي وايس كريم ومشتل يلا حرك طف 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 حرك حرك طف طف جيبوكي جيبي طيب جيب اقسم بالله ما عاد معي شيء معي فلوس بموت بكره شاكل انا اقسم بالله انصدمت انا شاكل 14000 تاكل باقي الشاورما يلا امشي انت من جدك والله ب 14000 اي والله وش ذا الكاميرا وش ذا الكاميرا وش ذا الكاميرا شو بتصور انت نتفليكس وش بنصور شاي حليب قناتنا الثانية يا ولد حلو يعني جابها اهتمام لنا يا اخي وين طاقتي؟ يا شباب والله ما هو بصاحي ذا اذا يا شباب لحظة يا شباب اذا جاء دور ثاني واحد ادفعه فرصة عمر ذي والله يا ليت الحمد لله انه ما جاء علي يا ليت يرجع بي الزمن والله لاشتري سيارة سيارة؟ سيارة يلا بس عاد يو سعود نسيت اشتري الذاكرة يس خلنا نرجع يا سعود يبي لها ذاكرة ماني براجع
وانا قاعد اسمع كلامك وقلت شاحن متنقل. ايش رايكم يا شباب الكاميرا؟ انا يوم جتني الرساله 14 قلت 14 ريال ما ركز يعني قلت شاري ذا 14 ما لقى شاحن. انا استغربت بعد يا اخي رخيصه 14613 ريال رخيصة والله اني انا منصدم للحين. شباب وش تبون من الكافي؟ انا ابغى كوفي وايس كريم. تبي بوك خذها والله خلاص يا اخي انا من قهوه بس بطاقة معي صدع. لا لا شوف عطى عطى بطاقة ترى معنا كاش. لا 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 الاصراف مو بزين. لا والله الواحد يخلي كاشه معه. اصراف مو بزين شاري ب 14000 كاميرا يا اخوي. استثمار القناة ذي استثمار. وش طيب وش ذي الكاميرا اللي بتصور وش 14000؟ هذه اللي نصور فيها شارينا ب 8000 قبل سنتين. هذه تصور لمعان الغليظة. ما غليظة يا عمي. الله يعين الاعمال. خلاص الحين وش تبغون الحين؟ نبغى كومبي وسكريم. نبي كوفي ها؟ مو بكوفي. كوفي. شوف وجهي. كوفي. ما تشوفه شكلك. زين شو؟ ريحة جديد. أحس من ريحة ايش؟ ريحة 14000. 14000. والله أنت متى بصاحي؟ شم. لا هو يا عمري يشم شم ذي ولا شم الثوم اللي نطلع الحين. ايش تبون يا شباب؟ ابي انا لا لا اقرأ كوفي كريم مره كريم عادي كريم بس اني معي 14000 مو فلوسي جاري بفلوسي انت معي تدري تكلم بالجوال شلون؟ هلا والله كيفك؟ اي خلي يشوف الشعار ما اسمع. وش تبغون انتم؟ ايس كريم؟ ابغى ايس كريم ومهيتو يعني شايل عبادين مستمعين عشان تدفع بس. والله لك مستغل زيه. والله لحظه يا شباب الو هلا ابو محمد كيفك؟ اي لا كلم يسار. كلم يسار لحظه يا ابو محمد. ايش كلم يسار؟ 14613 ريال. ايه ال 13 دي وش هي؟ لا بطاقه الرجال. لا والله ما دفعت بطاقته. يومه عاد يلا والله تبي شيء. والله اكتشفت يا سعد. لحظة يا حبيب شلون؟ انا نافقة وجهك. وش تقول؟ كلم ابو محمد بس كلم. لا تنكسر بس انت. اقول يوم دورك صرت حبيب اصير حبيب 400 وغسلت سيارتي بس. واجد. واجد. عبيت بنزين فل. بس يعني ما يجي 500 ريال يوم انت ماخذ لي. هذا عن الشباب ها؟ الشباب اي والله انا الشباب لكن اوريك. سعود انا اشوف قدام المتابعين لازم معركة أخرى. معركة أخرى بينكم أنتم الاثنين. إذا وصل مليون لايك صرفها ذا علشان يشتري. رقم أنت وياه. والله إذا وصل مليون لايك. مليون لايك ها مليون لايك. إيه وش؟ لا يوم كامل ببطاقة سعد وبنشتري اللي نبي. لا لا والله ضحكة سعد تغيرت. إيه ضحكة تتغير وجهه تغير. أعطانا إيه أعطانا كيف؟ أبو محمد. أبو محمد. أنا أوريك. مليون لايك أبو محمد. والله مليون لايك والله ما ارحمه والله لا خليه يصيح فلوس. افتح ذي عشان يشوفون وجهك هذا اللي يشوفون. ايش فيه؟ ايش تدفع الحين تدفع. طيب طالب لي ايس كريم. طيب عند ربي. لا اول شيء تمسك هذه وتسوي كذا. تسوي كذا. شكرا سم. وجهك مو غريب. وجهك مو غريب. هذا اللي 14000. معف شباب هذا عرفنا بس انه يعني انا وجهي حزين. ايش متغير وجهه ذابل. اي والله انا معي هذا. والله صرت اخاف جت الرساله انك ما تعبين ولا شيء. يرحم ايه والحمد لله على السلامه والعافيه. لا والله خلصتوا؟ خلصنا والله ما اروح. لا مشتل والله ما اروح. هذا تبعي. كم قلنا؟ 14 ملعقة يا سعود. ها 14600. اي طيارة 613. طيب يا شباب الحين الحمد لله خلص اليوم. الحمد لله. طبعا الكاميرا اللي شراها سعد اساسا كنا مخططين نشتريها بس فاجأني انه شراها في هذا اليوم. ما كنا متفقين. ايه خلاص انت اسلم يا اخوي. طبعا هذه الكاميرا عشان نستفيد منها بنطور تصوير فلوجات والافلام القصيره اللي نسويها والمسلسلات كل شيء فبنستفيد منها ان شاء الله. بس انه فاجأني صراحه. جاتك صدمه؟ ما كنت متوقع. تعرف اللي 14 ريال. 14 ريال شاحن من 14 ل 14000 والله. او 613 الله يعطيك العافيه سعود. لكن ان شاء الله هذه الكاميرا بنغير تصويرنا يكون افضل ونستفيد منها يعني مو بس هو ما شرى عشان بس ما يحسبون انك شريتها تقهرني. لا وين اقهر ذا؟
هذه بيها عشان يصور زين. حلو. يعني هذه كلها استثمار للقناة يا شباب. إن شاء الله. شو تشوفونا كويس وتشوفونا شلون نسحب كويس. ويكون التصوير حلو. إذا تحداهم مليون. روح يا شباب. إذا جت مليون والله بطاق لهم. راح. يا زين اللي ما هم معنا ولا المعنى. تكفون حطوا لايك تكفون يا شباب هو شوفوا صعب مليون والله شفت الحركه اللي اردها له والله لا اشتري لي والله مو بصعب قد وصلونا يمكن ثلاث مقاطع مليون ابى اشتري ايباد ايباد انا ابغى ايباد اير حبيبي لا والله مليون النعناعي صاحي انت يلا مع السلامه يقول مليون ما ان شاء الله يكون توصلون مليون لايك بس اضغط زر اللايك بس مو لازم يا سعود مو لازم اشتراك متى ما وصل مليون لايك هذا المقطع قد كلمتي والله وتعطينا بطاقتك والله اعطيك بطاقتي حتى لو بعد سنتين إيه؟ اعطيك بطاقتي تكفون يا شباب تكفون يلا ما حجيت اسوي اتحداكم يا شباب تكفون يا شباب مليون لايك والله اننا نقدر والله لو كل شخص يشوف المشاهدات 3 مليون 4 مليون واحد كل واحد بس يضغط لايك حمله شوف الحمله بسوي 4 حسابات كلها لايك يلا يا شباب شباب هو 4 حسابات والله خليك تصيح والله انا خليك تصيح قاهرني يلا يا شباب يلا لا تنسوا هذا نصاب اي لا عشان هاش ناكل منه ومنه ونفطر هنا ان شاء الله يجيكم التحدي وان شاء الله نوصل مليون لايك لا تنسون اللايك والاشتراك في القناه ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي مع السلامه